وافقت اليابان على اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة تؤيد انفاق الحكومة اليابانية بما يتجاوز 8 مليارات دولار لاستضافة القوات الأمريكية، ويغطي الانفاق الإضافي شراء الترسانات المتقدمة المستخدمة في التدريبات العسكرية المشتركة وشراء أنظمة تدريب قتالية افتراضية متقدمة. ردت روسيا على قيام الدول الغربية بتجميد جزء من احتياطياتها النقدية بالدولار واليورو، حيث أعلن البنك المركزي الروسي فرض قيود على حركة الأموال إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل للاحتياطيات المجمدة. وقال البنك في بيان إنه تم حظر بيع السندات الروسية من قبل المستثمرين الأجانب، كما أشار إلى أن مدفوعات ديون الشركات الروسية والدين العام للجهات الأجنبية من البلدان التي تدعم العقوبات ضد روسيا لن تتم إلا بإذن من اللجنة الحكومية الروسية. حذر حلف الناتو الصين من عواقب دعم روسيا في حرب أوكرانيا، وقال ستولتنبرغ إن الصين وفرت لموسكو دعماً سياسياً تضمن نشر أكاذيب ومعلومات مضللة، وأضاف أن أوروبا قلقة من احتمالية قيام الصين بتوفير الدعم المادي أيضاً لروسيا. ورجح أمين عام حلف الناتو أن يتم دعوة بكين لتحمل مسؤوليتها كعضو في مجلس الأمن الدولي والامتناع عن دعم روسيا والانضمام إلى باقي دول العالم. أعلنت ألمانيا عزمها خفض الاعتماد على النفط الروسي اعتبارا من يونيو المقبل، فيما تشكل كل من أمريكا وأوروبا مجموعة تعامل لبحث خفض الاعتماد على الغاز الروسي. كذلك قالت اليابان إنها تعتزم اتخاذ الخطوة ذاتها، لكن ليس فقط في الوقت الحالي لكونه إجراء قد يهدد بعض المشاريع اليابانية القائمة في مجال الطاقة. أكد وزير التجارة نيفين جامع والتموين علي المصلحي الاتفاق مع الغرف التجارية المصرية على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقا للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم، بالإضافة إلى التزام الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزيران مع رؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية. يلتقي منتخب مصر نظيره السنغالي في 9:30 من مساء اليوم على استاد القاهرة في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن يتجدد اللقاء إيابا بعد 4 أيام في العاصمة السنغالية داكار. وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراتي الذهاب والإياب عبر شاشتها.